فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لمن يكون له ملك السلعة في مدة الخيار؟ للمشتري والملك، يقولون والملك مدة الخيارين للمشتري. نعم. ثم يقول حفظك الله: ولماذا أوجبنا في المصرات أن يرد بدل الحليب مع أنه نماء لملكه؟ لا، هذا الرسول هو اللي حكم بهذا عليه الصلاة والسلام، والحليب للبائع في هذه الحالة، وقد أخذه المشتري يضمنه. نعم.